السلام عليكم ورحمة الله إخوان الأخوات، نعود إليكم من جديد. مرحبا بكم في الجميع. تنقرأ الكيس بوستالي، الكيس بوستالي تنقرأ هاد الصفحات. هنا كاينين أنواع ديال البيرميسوات، شحال من نوع ديال البيرميسوات كدفع. واللي مهم في هادشي شميت شي ريحة ديال بيرميسو فاميلياري، ولكن خليوني حتى 15 مع شي محامي، لان كاين اكثر من 15 نوع من البيرميس اللي كاينين. غنستشر مع محامي ان شاء الله وغادي نحط الموضوع هذا، ماشي هو الموضوع ديالنا. وانا كنقراش بعض التعاليق، واحد التعليق ديال واحد السيد، كيف قلت لكم هذا ماشي الموضوع ديالنا ديال اليوم، خلي حتى نتاكدوا من الامر ديال الريحه اللي شمينا. اوكي، وانا كنقرا في التعاليق، واحد السيد كتب لي غنجيب معايا الطوارق ديال واحد الطوموبيل باعها في 2007 وغيبدا يخلص بشويه بشويه، لان فايت هضرت في واحد الفيديو قلت لكم بان الناس اللي بايعين الطوموبيل راه كيبقى يتحسب عليك البولو الا ما ديموليتيش. كتجيب طوارق، كتجيب الورقه باش بعتي وداك الشيء، وكديمولي، كدير واحد ديمولاسيوني عند الروطا مايو او على ما انا حتى في لاتشي كديرها، او كاين حتى اجنسيات مكلفين بهذا الشيء يديروا لك لا ديمولوسيون باش ما يبقاش يتحسب عليك البولو، يعني الضريبه ديال الطوموبيل ما كتبقاش تحسب عليك. كاينين بزاف ديال الناس كيبيعوا طوموبيلات، يا كيبيعهم في الاتحاد الاوروبي، يا كيديها للبلاد، يا كاين اللي كيديها حتى لموريتانيا. الناس اللي كانوا كيهبطوا طوموبيل ب 1000 اورو يدوزوا بها الكونجي ديالهم وما كيرجعهاش، كيهبطها لموريتانيا يشد فيها 70000 ريال ويرجع هو في الطياره. دوك الطوارق فين هما؟ باقيين محسوبين عليك البولو، راه حد الان كيتحسب عليك وكيجيك في الانديريتسو اللي عندك نتايا. اوكي، الى عندك اخويا او اختي شي ورقه باش ديك الطومبيل راه كيبعتيها في هذاك التاريخ الفلان الفلاني، يعني بانك راه بعتيها وعندك لا ديمونستراسيون، كتجيبي اوراق من البلاد كترجميهم وتقول لهم ودير لهم ابوستيل او ترجميهم وتقول لهم هنا في المحكمه، في البروف في المحكمه هنايا بانك راك بعتيها في هذيك لا داتا وبعتيها لفلان الفلاني ولا ماكينه شانكور عند فلان الفلاني، فهمتي؟ كتجيب لهم اوراق وكدير محامي، والمحامي كيدفع الجوديتشي دي باتشي باش يحيدوا لك هادوك البولوات اللي جاوك مثلا من 2007 او 2005، هما كيجيك واحد الان وكيتجمعوا عليك وكيتزايدوا عليك، كيزيدوا لان الانتريسي كاين، فهمتي لا ستوريا كيفاش؟ كتجيب اوراق كديمونستري لهم بانك لا ماكينه راه بعتيها في السنه الفلان الفلانيه وبعتيها لفلان الفلاني، ياك بعتيها لابراهيم. من بعد كتمشي عند محامي، محامي تكتب لنا لاتيرا الجوديشي دي باتشي، كيكتب لي واحد لاتيرا تيقول لي بان هاد فلان راه اش كيجي البولو هو راه بايع الطوموبيل في التاريخ، يعني ماشي في سميتو وكذا وكذا كذا، وباقي تيجي عند كيجيه البولو. اوكي، كيديمونستري ليهم بانه راه باع لشخص معين، ياك وجوديشي دي باتشي كيحكم لي كيحيد لي كاع هادوك البولوات اللي كانوا كيجيو، يعني الضريبه ديال الطوموبيل اللي جاتو ديال اعوام كامله هو ما بقاش مالك لهذيك الطوموبيل، كيلغيهم لي جوديشي دي باتش. ولكن من بعد فاش تجيب هذوك الطوارق انت كانوا باقيين عندك، كتمشي دير واحد ديمولاسيوني او روتوماسيوني كتحيدهم من سميتك، ما تيبقاوش في سميتك. واي واحد من اليوم فصاعدا كيفكر غيهبط الطوموبيل ويبيعها في البلاد، ريكورداتي جيب طوارق ودير لا ديمولاسيوني، سينو البولو غيبقى يتحسب عليك. هاد الهضره ديجا هضرنا فيها ونعاود عاوتاني نفكركم فيها ان شاء الله. تحياتي الاخوان، اذا كنت اول مره كتشوف القناه ديالي شارك في القناه، مره كندير لايف، اذا كان عندك شي سؤال تحطوا لي في اللايف، فعل الجرس باش يوصلك الميساج ديال راني داير لايف. ما تبخلوش على اخوكم بلايك باش الفيديو يوصل للناس اللي معنيين بالامر. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.